إذا هو حاط عيني علي وصار يبزل على جورجينا لا تحطونها فيني، والله ما دريت عنها. أنا بريئة من توتر العلاقة بين كريستيانو وجورجينا وما لي يد فيها أبدا، هذا أنا أصرح على برسنابي. أي إشاعات تسمعونها أنا ما لي دخل. الشيء الثاني، إذا هو حاط عيني علي وصار يبزل على جورجينا لا تحطونها فيني، والله ما دريت عنها. لأني والله العظيم لأني ما حضرت، لو حضرت بالحسب فازوا وكريستيانو سجل.